السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا يا جماعة هنحل الأسئلة اللي شرحنا عليها من شوية. أولا احنا زمن المستقبل البسيط، كلمات الدالة عليه دوماني دب دوماني تراء أو فراء زائد مدة زمنية، ومعانا كلمة بروسيمو وفنتورو. شرحنا الكلام ده كلته والنهايات بتاعته ايرو ايراي ايرا ايرمو ايريت ايران، المجموعه الاولى والثانيه شبه بعض زي ما شرحنا. لازم تراجع حضرتك قبل ما تخش الامتحان الشواذ، وخاصه استرو افيري اللي هو سارو ساراي سارا ساريمو ساريت سارانو افرو افراي افرا افريمو افريت افرانو. استخدامات المستقبل هي كانت المواقف اللي احنا شرحناها اللي هي فار بروجيتي والبريفيزيوني والهيبوتيزي والبروميس والبريودو ايبوتيتيكو. تمام، تعال نحل. احنا من شويه كنا حلينا كذا سؤال. اول سؤال منهم كان رقم واحد، احنا حلينا الاسئله دي. رقم واحد سي دوماني فرا بالتيمبو ايو، اهم حاجه عندي ايو ايو، النهايات مع ايو كانت بتاخد ايرو، صح يا جماعه؟ راجع قبل ما تحل معايا النهايات ايرو ايراي ايرا ايرمو ايريتي ايران. الجمله الثانيه من شويه برضو قلنا ان الاسم اللي بعده كوما لو اسم عادي يبقى الاسم دوت معناه تو، يبقى جوليا دي هستعيد عنها بتو. تمام، يبقى تو، يبقى الاجابه هتبقى فيراي. رقم ثلاثة دي لا فيها اسم ولا فيها ضمير، في نيرو لو انا استعوضت عنها هقول ايو، لان انا جبت الضمير من الفعل المصرف، واحنا قلنا 90% ان جملة الشرط اذا بدأت بسي فاعل الجملة الاولى هو نفس فاعل الجملة الثانية، وده مش 100%. تمام، لما اقول انا اذا اكلت انا اللي هتخن، اذا ذاكرت انا اللي هجيب درجه نهائيه، اذا هم اكلوا كتير هم اللي هيتخنوا، ما ينفعش اقول اذا هم اكلوا احنا هنتخن، ما ينفعش طبعا. فسيفي نيرو يبقى الاجابه انا اشرو، لازم تقرا الجمله كلها معناها. تمام، جمله اربعه دوبو دوماني ينفري فينا غلطه معلش دوبو دوماني لامي اسكولا مدرستي بعد غدا مدرستي مدرسه هي، لو عوضت عن الجمله دي كلها عوض بلي المدرسه هي هتبقى الاجابه بريزنت را. طبعا انت هيبقى معاك لينك في البي دي اف بتاع المراجعه، حضرتك حل الاول يعني اسمع الشرح كله وحل الاول وبعدين راجع معايا الاجابات، واي حاجه استفسر مني. رقم خمسه لانو الانو ديت مذكر معناها العام، ودي مده زمنيه، ما ينفعش اجيب دوماني لان كلمه دوماني معناها غدا، ودي مش محتاجه قبلها مده زمنيه، هي لوحدها تدل على مستقبل. انما لما اجي اقول لانه بساطه برضو ما تنفعش، معناها الماضي. انما لما اجي اقول لانه سكورسو برضو ما تنفعش، معناها الماضي. طب لو قلت لانه بروسمو اللي فاضله معناها المقبل، يبقى معناها العام القادم. تمام، الجملة طبعا ايش عرفنا ان هي مستقبل عشان ايرو. ستة دوماني اليسيا، اليسيا دي انا ولا انت ولا هي، الجملة مستقبل تبقى الاجابة فرا. سبعة ليزامي الامتحانات، الامتحانات ده اسم عوض عنه بايه؟ بلورو، يبقى الاجابة فينيران. ثمانية ثمانية دوماني لورا باوزيني، لورا باوزيني دي اسم بنت مغنية إيطالية مشهورة، عوض عنها بلي، تبقى الإجابة كانتيرا. تمام، وركز شوف أنا نفسي لما بصيت على كان ما بصيتش للآخر، استعجلت وده غلط، لازم نقرأ الحاجة بتأني، وجملة الإيطالي تتقرأ لحد آخر حرف لأن ممكن الإجابة تتغير لو قريتها لحد الآخر. تمام، الترينو القطار، القطر هو، الجملة مستقبل فرا تشينكوي مينوتي، يبقى الإجابة القطر الريفيرا هو اللي هيصل. عشرة
دوماني لا ميا فاميليا، العيله هل العيله مفرد ولا جمع؟ العيله مفرد، والعيله هي عيله واحده جمعها عائلات، هتبقى الاجابه جوارديرا. 11 دوماني ايو، الجمله مستقبل ومعايا انا، تبقى الاجابه فيدرو. تمام. 12 باولو بعد ايه؟ بعد كوما، مش باولو عادي، باولو بعد كوما يبقى تو. تمام، تبقى الاجابه ميتي راي. رقم 13 لوكا نون فييني كون نوي، لوكا ده اسم ولد مش هيجي معانا، ايا كان ولد او بنت مش هيجي. طبعا الاسماء ان شاء الله هجيلك في امتحان ثالثه ثانوي تبقى اسماء عربي عاديه فتبان هي مذكر ولا مؤنث، مش هيجي معانا عشان لوكا هو افرادا فاري، لديه ما يشغله. طالما الضمير بعده نقطتين يبقى ماليش دعوه بالضمير. معايا؟ 14 راجاتس، يا راجاتس في بعد كوما يبقى فوي. شوف انا واحده واحده كده كل جمله او كل اسم حوله لضمير عشان انا بحل بالضمير. فوي بتاخد ايه يا جماعه؟ فينيريتي. احفظ الاول قبل ما تحل، احفظ الاول النهايات وحاول تصرف شويه افعال. 15 ده جراندي ايو، لما اكبر انا، وخد بالكوا دي كلمه ده جراندي دي من كلمات الداله على المستقبل. تمام، ده جراندي ايو، ايو تبقى ديفينتيرو. ماشي. كي 16 كي سارانو كويست راجاتسي، من يكون او من سيكون هؤلاء الفتيات؟ يبقى الاجابه طالما بسال عن غائب هو او هي او هم برد بغائب، الغائب يفضل زي ما هو، هتبقى الاجابه سرن. 17 سي جوكيامو، جوكيامو يعني او متصرفه مع ايه؟ مع نوي، تبقى الاجابه فينشيريمو. اذا احنا لعبنا بيني كويس احنا اللي هنفوز، منطقي ان فعل الجمله الاولى بنسبه 90% يبقى فعل الجمله الثانيه. 18 باولو هو، يبقى الاجابه سوينيرا. معايا؟ طيب 19 سي اليشي، اسم ده مفرد يبقى هو، يبقى الاجابه كانترم. ودي بقى من الحالات رقم 19 دي، رقم 19 دي من الحالات ان دي معناها هو او هي، والاختيار هنا مع نوي، يعني هنا هلعب على لوي او لي وهنا مع نوي، يبقى الجمله هنا معناها هو اللي بيقول ان اذا البنت دي او الولد ده لا غنى في فرقتنا احنا هنفوز، فده ممكن الفاعل يتغير. يا ماما رقم 20 يا ماما ده جراندي نوي. طب واحد يقول لي يا مستر ما هي ولا سينيور ماما دي مع تو، اقول له ماليش دعوه، الضمير هنا لغى كل ما قبله. يا ماما احنا نون ديريمو بوجي، مش هنقول الكذب. تمام. هنرجع تاني يا جماعة نحل مع بعض الأسئلة بتاعة المستقبل المركب، والأسئلة دي لازم تيجي منها في الامتحان. احنا قلنا المستقبل المركب بيتكون من إسر أو أفيري زائد التصريف الثالث، بس إسر وأفيري مشروحين أو إسر أو أفيري في المستقبل البسيط. الأول هو يعني إيه؟ قلنا من شوية إن هو لابد إذا كان عندك حدثين في المستقبل، إذا كان عندك حدثين في المستقبل وعايز ترتبهم، يعني عايز أقول الحدث الأول إيه والحدث الثاني إيه، بعد ما أعمل كذا أعمل كذا، بجيب المستقبل المركب كحدث أول معنى والمستقبل البسيط كحدث ثاني. نبدأ من الأول أهو، كلمات الدالة بتاعته، كلمات الدالة بتاعته لازم يجي بعد كلمة من الدالة بتاعته، ما ينفعش، الزمن الوحيد اللي ما ينفعش يجي إلا لو جت كلمة منه. هما إيه الكلمات؟ دبوكي، أبينا، وكواندو، وساعات أبينا تيجي مثبتة وساعات تيجي منفية. تمام؟ طيب التكوين بتاعه إسري وأفيري، بس إسري وأفيري دول مصرفين في شواذ المستقبل البسيط.
اللي هم سارو سراي سرا سرمو سرت سرنو افرو افراي افرا افرمو افرت افرنو زائد التصريف الثالث. والتصريف الثالث العادي العادي اري تبقى اتو ايري اوتو ايري ايتو. تمام. طلعنا شويه ونزلنا تاني. عندنا الجمل دي، انا عندي دوبوكي كلمه داله دال افرو فينيتو مستقبل مركب فرو بسيط. كل جمله هتلاقي فيها ثلاث مكونات، داله مركبه مستقبل مركب ومستقبل بسيط. ايه اللي يجي في الاول او ايه اللي يجي في الاخر ما يشغلنيش، انا يشغلني ان المستقبل المركب بيجي بعد الداله المركبه. تمام ماشي. امتى بقى السؤال يطرح نفسه؟ متى يستخدم اسر ومتى يستخدم افير؟ صل على الحبيب. بكل بساطه كده اكتب ورايا كل افعال الايطالي تاخذ افير. لو قلنا 100 مليون فعل في الايطالي كلهم هياخدوا افيري، ما عدا حبه صغيرين قوي اللي هم ايه؟ اللي هم هياخدوا اسري. طيب ايه هي الافعال بتاخد اسري؟ رقم واحد افعال حركه زي اندري يذهب والشير يخرج، ترجمنا الكلام ده من شويه، بارتيري يرحل، الريفار يصل، فينيري ياتي، انترار يدخل، التورنار يعود، ريتورنار يعود من جديد. وامسك كل جمله هتلاقي فيها مستقبل بسيط، داله مركبه، مستقبل مركب. تمام وانت ماشي بك. اول حاجه بتاخد ايه؟ افعال اسري، افعال حركه. رقم اتنين افعال السكون، ستاري ريستاري ريمانيري. ثلاثه الافعال اللازمه. تمام. افعال اللازمه اللي هي بياتشيري يعجب، ديفنتار يصبح، نشر يولد، مرير يموت، ريوشر ينجح، سوتشيدر يحدث، أكاديري يقع أو يحدث، سمبرار يبدو، إسر يكون، إسبارير يختفي. إحنا أصلا جايين نحل دلوقتي على الكمبيوتر. الحتة اللي جاية أفعال إمتى بنحط تبعية؟ التبعية فقط تبعية الفاعل مع إسر فقط. هنا لما قلنا دينو قلنا سارا أنداتو. طب لما قلنا فاطمة أنداتا، باولو دينو أنداتي جمع مذكر، ماريا وسارة أنداتي. خليك فاكر برضو إنك لازم تحفظ شواذ اسم المفعول، لازم تحفظها، وإن أصلا هي جزء منها كانت علينا في سنة تانية. دي ردت يقول، فارفاتو يفعل، اكتب ورايا لو عايز تترجم، ليجري ليتو يقرأ، برندر بريزو يأخذ، برندر بريزو يأخذ، ديتشيدر ديتشيزو يقرر، كيودر كيودر كيوزو يغلق، فينيري فينوتو يأتي، إسري يكون استاتو، ستاري يبقى استاتو، شيلر شيلتو يختار، اوفريري اوفيرتو. معلش انا مش بكتب عشان خاطر الكتابه مش مظبوطه معانا قوي فعلى الاجهزه دي. انت حابب تكتب اكتب ورايا. اوفريري اوفيرتو يقدم او يعرض، ابريري ابيرتو يفتح، بيري بيفوتو يشرب، سبينيري سبينتو سبينيري سبينتو يطفئ، كيدري كيستو يغلق، كيدري كيستو اسف يسال، ما هو في ناس بتتلخبط، كيودري يغلق، كيدري يسأل. كويس ان احنا غلطنا في الحته دي. ريمانيري ريماستو يبقى او يظل، فيديري فيستو يرى، فينشر يفوز. بالله عليك بص عليهم قبل الامتحان. متري ميزو يضع او يرتدي، واقراهم مع نفسك كده واحده واحده كده. سوتشيدري سوتشيسو يحدث، ديسكوتري ديسكوسو يناقش، ريسبوندري ريسبوستو يجيب، نشر ناتو يولد، موريري مورتو يموت، بياتشيري بياتشوت يعجب، ريدري ريزو يضحك، بيانجري بيانتو يبكي، شندري شيزو يهبط او ينزل،
بردر بردر بيرسو يفقد فيفيري فيزوتو يعيش كوريري كورسو يجري. تعال نحل. بنحل ازاي؟ صلى على الحبيب. عندي ثلاث حاجات، دالة مركبة بيجي بعدها المستقبل المركب ويجي المستقبل البسيط في الاول او في الاخر ما يهمنيش. الجملة الاولى، الجملة الاولى دي ابينا دي ايه؟ دالة مركبة، اجيب وراها على طول المستقبل المركب صح؟ مع مين؟ اجيبه مع دينو. مين المستقبل المركب في الاربع اجابات؟ سارة تورناتو، وعشان دينو قلنا تبعية مذكرة. دبوكي دالة مركبة تبقى الاجابة ها افروفينيتو. ارجوك لازم تبقى حالل قبل ما تبص على الحاجات دي. قالش دوت افرا ام بريميو كواندو اخذ جايزه، خلاص هو هنا افرا مستقبل بسيط، كواندو محتاج بعدها مستقبل مركب، افرا كومبليتاتو. اربعه تو، هل في داله مركبه اللي هي كواندو او دبوكي او ابنا؟ مفيش، يبقى هختار بسيط، يبقى تو تديني اندراي. خمسه كواندو الكونكورسو سارا فينيتو، نوي نحن ها هو كواندو دالة مركبة سارا فينيتو مستقبل مركب، يبقى أنا محتاج نوي تديني بسيط عشان ده اللي أنا محتاج. ستة دبو كده مستقبل إيه؟ مركب. أشريت دي مستقبل إيه؟ بسيط. دي مركب، دي دالة مركبة، آسف دي دالة مركبة، تديني أفريتي فينيتو. سبعة مديني ابينا ومديني المستقبل المركب، وعايز حاجه مع نوي مستقبل بسيط تديني تشينيرمو. طبعا قبل ما تذاكر الدرس ده لازم تكون مراجع المستقبل البسيط، الدرسين دول بتذاكروا مع بعض. تمام. 8 اندرو اليتو دوبوكي، ما دوبوكي جواردو ولا جواردرو ولا ها ولا او جوارداتو ولا افرو؟ تبقى طبعا او افرو جوارداتو عشان دوبوكي. تسعة دوبوكي بعد ان باولو هو سارا استودياتو ولا افراد استودياتو؟ خد بالكو ما تكررش قبل كده في الامتحانات ان هو يلعب، قليل قوي حتى لو اتكررت قليل قوي ان هو يلعب على الاختيار، اختيار مع اسر واختيار مع افيري، بس وارد تحصل السنه دي. احنا بنقول السنه دي ايه؟ في افكار. الفعل اللي في الاختيارات استودياري ده بياخد اسر ولا بياخد افيري؟ لازم اراجع. هو استودياري ده ايه اللي بياخد اسر اللي بياخد افيري؟ اللي بياخد اسر افعال حركه وافعال السكون والافعال اللازمه. استودياري ده مش حركه، لان الحركه لابد ان تكون حركه انتقال من مكان الى اخر. فاستودياري واحد بيقول لي طب ما انا بذاكر بحرك ايدي، اقول له لا يا باشا، انت لازم تكون بتتنقل من حته لحته، انما حركه الكتابه والنوم والاكل والكلام ده ما بنحسبهاش حركه، فلازم تكون حركه انتقال عشان تاخد اسر. تمام. فهنا الفيرب استودياري ما ياخدش اسر، ياخد افيري. تمام. عشان دوبوكي. 10 اندريمو دي مستقبل بسيط، ان بيبلوتيكا ابينا البروفيسوري ابينا ابينا البروفيسوري فيرب سبيجاري يشرح، بياخد اسر ولا افيري؟ لا حركه ولا سكون ولا لازم، يبقى الاجابه تاخد افيري. 11 ابينا الانفيتاتي افرانو بريزنتاتو ايريجالي، ابينا بمجرد المعازيم افرانو بريزنتاتو ما قدموا الهدايا الحفله ها خلصت الحفله. ابينا طبعا اداني مستقبل داله مركبه، هنا مستقبل، هنا المستقبل مركب، يبقى هنا الحفله هتخلص في نيره، ناقص مستقبل بسيط. 12 لابارتيتا كومينشرا، المباراه هتبدا مستقبل بسيط داله مركبه جوكاتوري افرانو. 13 نون ابينا افروتشيناتو، ليس بمجرد افرو تشيناتو مستقبل مركب، ودي الداله المركبه، يبقى انا محتاج مستقبل بسيط عشان افرو هنا طبعا متصرفه مع ايو، مش بمجرد ما نتعشى اروح الايه؟ السرير. يبقى دي 14 14 دوبوكي باولو اد ايو، باولو وانا بعد ما باولو وانا سارمو انداتي
يبقى نحن أنجلاتو تديني نحن وهو محتاج مستقبل بسيط. ها أنا بسيبك فرصة تفكر. يبقى باراندرامو تمام. 15 أبينا تو تو بمجرد ما تو مع أبينا تبقى الإجابة طبعا هتختار سارة عنداتو لأن الفيرب عنداري بياخد إسر إنه فعل من أفعال الحركة. هنكمل من سنة تانية من الحاجات اللي ممكن يبقى ليها مساس بشغل سنة تالتة الماضي المركب. الماضي المركب يا جماعة ده فعل خدناه في سنة تانية بيكون من هو زمن ماضي كلماته الدالة ايري ومدة زمنية زائد فا وبساطو وسكورسو وكان احنا حافظينه اصلا كان بيكون من اسر او افير زي تصريف ثالث واسري في المضارع سونو سي اس يعمو سيتي سونو افيري او اي اعب يعمو افيتي انو زائد التصريف الثالث ونفس اللي قلناه في المستقبل المركب هنقوله في الماضي. الافعال اللي بتاخد اسر الحركة والسكون واللازمة هما هماهم في الماضي بياخدوا اسر. التبعية المذكر او المؤنث اه جمع المذكر ايه جمع المؤنث ايه هو هو ابن عم. ما ده الفرق الوحيد ما بين الماضي المركب والمستقبل المركب في الفيرب المساعد الفيرب اوزولياري اسر. في الماضي بتبقى اسر هي تصرفات المضارع اللي هي سونو سي اس يامو سيتي سون. طب افيري بتبقى متصرفه في المضارع عشان تخش في تكوين الماضي او اي ا ابيام افيت ان. انما في المستقبل المركب اسر وافيري اللي هم متصرفين في المستقبل البسيط بيخشوا في تكوين المستقبل المركب سارو سراي سرا افرو افراي افرا. تعال نحل على طول. الاستاتي رقم واحد الصيف الماضي. الصيف الماضي انا والفريدو يبقى نحن تمام. لازم يبقى في تبعيه يبقى سيامو انداتي. انا اسم بنت هي الجمله ماضي عشان فيها ايري يبقى اريت شفوتو. اكي اورا ايري سيرا يا باولو الكومه اذا جاءت قبل الاسم او بعد الاسم تديني تو تمام. انا بكلم هنا الواد باولو يبقى سي تورنات. طبعا الاختيارات المفروض تبقى اربعه يعني بس هي ايه, نحل على كده. لوتشيو بعد كومه يبقى تو يبقى الاجابه اي فينيتو تمام. عندنا هنا اسمين يبقى جمع تديني لورو تمام. ايا كان الاسم تديني لورو يبقى الاجابه هنا هتبقى وهنا جمع مؤنث هتبقى سونو اريفاتي ولاحظ ان في تبعيه الجمع المؤنث. سته ياري امبارح امبارح بالليل سير ياري سيرا باولو ودينو دول جمع ايه؟ جمع مذكر يديني تبعيه لو مع اسري. طب مع افيري مفيش تبعيه يبقى الاجابه انو فيستو. طب مفيش تبعيه ليه؟ لان الفيرب هنا من تصريفات افيري تمام. جوليا ودينو اوقف ماشي يا جماعه. رقم سبعه جوليا ودينو دول اسمين ولد وبنت يبقوا جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ قال لك واد في وسط مليون واحده ست يبقوا جمع مذكر. ولد واحد في وسط مليون جمع ايه؟ مذكر. يعني جمع مذكر ايا كان لو كلهم بنات خير وبركه بنات انما فيهم وسطهم ولد يبقى كله جمع مذكر. جوليا ودينو كونكي مع من؟ سيتي انداتي ولا سيتي انداتي؟ الاجابه دي طبعا عشان كان في دينو سبب في تذكير الجمله. 8 يا ماما قلت ليه يا عشان في كوما يبقى تو تمام. يا ماما يبقى الاجابه الجمله ماضي يبقى الاجابه اي ميزو. لورا باوزيني دي اسم بنت مغنيه ما تفكرهاش جمع دي جمع دي مفرد مؤنث تبقى الاجابه اي ناطا ولدت سنه 1973. يا ريتا يبقى الاجابه اي لاتو. طب ليه ما فيش تبعيه؟ عشان افيري ما فيهاش تبعيه. يا جوليا اي لاتو. إيريس راماتزوتي ده اسم مغني مفرد يعني لوي يبقى الإجابة هو فاز بمهرجان سانيرمو أفينتو. 13 أليس اسم مفرد الجملة ماضي الإجابة
خد بالكم مش هيجي لكم في الامتحان اسماء مذكر ومؤنث، قالش دي اسم بنت. تمام؟ 14 كوالك جورن فا امي امتش اصدقائي، تبقى الاجابه هما، يبقى انفطو 15 سنة انضاتو الشينما. اختار دوي جورني فا، فا لازم تيجي بعد المده. اقول لكم حتى زياده كده من دلوقتي، ايه الفرق ما بين الجمله اللي بيجي قبلها هنا شحال قبلها فا في اخرها فا والجمله اللي في اخرها اسكور سو او اسكور سا او بساطه او بساطه. المده اللي بتيجي قبل فا مده زمنيه نكره او عدد. اديني مثال لما اجي اقول لك مثلا انه فا تري جورني فا، تري ده عدد منذ ثلاثه ايام وديت منذ عام. انما المده اللي تيجي قبل الاربعه دول كده بتيجي مده معرفه، يعني لما اجي اقول لانو بروسيمو او لانو باساتو، بلاش دي، لانو سكورسو. تمام؟ بلاش بروسيمو دي بتاعت زمان تاني. تمام؟ ننزل بقى يا جماعه الضمائر. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم عن الضمائر. ولما شرحنا على السبوره الوايت بورد قلنا ان ضمير المفعول انا بدور على المفعول في الجمله وبعوض عنه. شفت محمد؟ شفته. مانجي الباني سي لو مانجو، كلت السندوتش كلته. شفت منى وعبير؟ شفتهن. غير لما اقول شفت محمد وخالد، شفتهم. تمام؟ وفي ضمائر بقى قبل الفعل وضمائر بعد الفعل. هنبدا الاول بقبل الفعل. هنا انا معلم لك العلامه، الكتاب مذكر هو المفعول. كواندو كومبري الليبرو، متى اشتريت الكتاب؟ الكتاب مذكر، عوض عنه لو قبل الفعل بلو، لو قبل الفعل بلو. تمام؟ اثنين كواندو ان كونتري فاطمه، لا سيبكم من دول دلوقتي. يا راجاتسي لي لتو اميكي ليه؟ وانت ماشي كده ومي تتحول تي وتشي تتحول في. طيب الضمائر دي لازم تتذكر كويس، الضمائر دي اللي هي قبل الفعل مي تي لو لا لا، دي المفروض تبقى عاديه مش كابيتال، ودي اللي كابيتال كبيره خالص. تشي في لي لي. تمام؟ تعال نحل شوية على الضمائر اللي قبل الفعل وشرحناها من شوية. فين المفعول في جملة السؤال؟ كارلا، كونوشي كارلا، تعرف كارلا؟ لو سمحت وقف الفيديو وحل الأسئلة الأول أرجوك، ما تحرقش الأسئلة. كارلا دي مذكرة مؤنث؟ مؤنث، أعوض عنها ها بلا. أنت أي جملة بقى قبل ما تحل؟ طلع المفعول الأول وبعدين عوض عنه. الجملة الثانية فين المفعول؟ كواندو فيدراي ماريا وأليسيا، جمع مؤنث، تبقى الإجابة ليه؟ ثلاثة كي أكومبانيا أليسيا، مين وصل أليسيا؟ يبقى الإجابة لا. رقم أربعة بروف ده اسم أيا كان مذكر أو مؤنث، طالما ده اسم وظيفة وبعده كوما يبقى يعوض عنه بلي، لي كابيتال. ونعوض عنها بلي هنا، طب ندي لها ضمير مفعول إيه؟ لا بس كابيتال. معلش ممكن الورد يكون غلط. الجمله اللي بعديها 15، 15 راجاتسي اسم جمع بعده كوما، يعني انتم، يعني بعزمكم بكلمكم، يبقى انتم والانتم ديت اهي فوق اهي، واحنا موجودين اهو بالمره اهي، تبقى في. تمام؟ في. سينيور حسين رضوان جت معانا بالصدفه كده، طبعا ده اسم وظيفه بعد كوما ايا كان مذكر او مؤنث، نعوض عنه بلا كابيتال. انا قصدت ان انا اجيب اسم مذكر في سته. الجمله سبعه سينيورينا فرح، ده مؤنث بعديه كوما، برضه هنعوض عنه
بلا كابيتال. طب هنا مذكر وهنا مؤنث، بس ده اسماء وظائف هنعوض عنه بلا كابيتال ولا كابيتال. 8 جوليا بعد كوما يبقى تي، اللي هنعوض عنها بتو ونحط لها ضمير تي. كي في 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 نرد بتشي تشي تشي. حد عنده مشكله؟ 10 برونتو مي سنتي سامعني سي تي سنتو. 11 كواندو انكونتر تو اميتشي، فين المفعول؟ تو اميتشي نعوض عنها بلي. ولا دينو رقم 12 ولا دينو كونفينشي تو بدر، انت يا دينو اقنعت باباك. دينو مش هو المفعول ده، دينو انا بكلمه بقول له انت فاعل اقنعت باباك. الاجابه لو. 13 كي اوزا لا تستيرا، مين بيستخدم الاورج؟ تستيرا ده مفرد مؤنث، الاجابه هتبقى لا. دوفي فرنو الكونكورسو، هيعملوا فين المسابقه؟ هتبقى الاجابه ها لو. 15 كي اكومبانيا ايكوجيني، مين بيوصل الكوجيني؟ جمع مذكر، الاجابه طبعا لي. وحل كتير على الموضوع ده، لازم يجي ان شاء الله في الامتحان. اللي احنا قلناهم دول يا جماعه دول الضمائر المباشر في الازمنه المضارعه اللي بتيجي قبل الفعل. هل ممكن تيجي بعد الفعل؟ ايوه. تعالى بقى نشوف الضمائر اللي بعد الفعل. بص معايا ضمائر بعد الفعل. انا بقابل دينو، هنا لوي جت بعدين، تمام. تعال نبص الاول الضمائر، فاكر الضمائر كانت الجدول ده لازم تحفظه. دول قبل الفعل ودول بعد الفعل. طيب تعال نحلها. كي اكومبانيا فاطمه، مين بيوصل فاطمه؟ ماشي فاطمه دي مؤنث، اوناميكو اكومبانيا والنقط بعديها صح؟ لو النقط قبليها كنت قلت لا، انه هنا النقط ايه؟ بعديها. حط اللاي. 2 كونوشي كارلو سي كونوسكو، ها؟ كارلو هو اللوي، برافو عليكم. 3 كواندو انكونتر لتو اميكي جمع مؤنث، النقط بعديها، لتو اميكي جمع مؤنث، اللي جاب لورو. لو قبل النقط كنت، لو النقط الاول كنت اخترت دي، انما انا هختار دي. 4 يا بنت يا كيار ايو رينجراتسيو، انا بشكرك انت، بشكرك انت. نختار ايه يا جماعه؟ ها تي، عشان دي بعد النقط، لو قبل النقط كنت قلت تي. كواندو ديفي فيديري الديريتوري، متى يجب ان تشاهد المدير؟ ديفو فيديري المفعول المدير، يبقى الاجابه لوي. كيف درا باولو ودينو، باولو ودينو هما، يبقى الاجابه بعد النقط يبقى لور. 7 لماما بروفيسوريسا سالوتا، لاميا بروفيسور، اسف، لاميا بروفيسوريسا سالوتا، المدرسه بتاعتنا حياتنا، سالوتا او حيت سالوتا مي بعد الفعل. 8 بركي انفيتاتي سارة على فيستا، ليه بتدعو سارة على الحفلة؟ فين المفعول سارة؟ وهنا بقى رقم 8 النقط قبل الفعل، عشان اللي عايز يركز معايا. سارة انفيتيامو، يبقى الإجابة لا. طب ليه ما اخترتش لي؟ عشان لا هي الصح، عشان ده قبل الفعل. كونوشيتي غيانا إخيارا، جيانا وكارا جمع مؤنث، النقط هنا بعد، انت هتحيرني حبه بعد وحبه قبل، ركز يا برنس البرانيس، تبقى الاجابه لي، قبل حاجه وبعد حاجه. يا راجاتسي رينجراتسيو فوي، لو قبل كنت اخترت في. يا واد يا مصطفى فييني كون نوي، نوي ابيامو مولتو اميتشي ان ايه ان كونتيريامو لورو. الميو فابيو، الميو اميكو فابيو سالوتا مي.
سينيور كارلو اسبيتو دي احترام بس ده بعد الفعل يبقى لي تمام. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم قلنا ان احنا عندنا ضمير مفعول ضمير مفعول كلها تتعوض عن المفعول انما اذا جاء مع الفعل سابيري مع الفعل ايه سابيري بس بنعوض عن المفعول او الجمله كلها بلو. تعرف ان حصل كذا 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 لا ما اعرفش نون لوسو لا اعرف ذلك الكلام كله ايا كان الكلام بيخص بنت او راجل تمام. طيب تصرفات صابيري لازم تراجعها من مضارع ومن ماضي مستقبل مركب مستقبل العادي. تعال نحل رقم واحد بيقول لي ساي كيلر تشيركا دي ستوريا ايبروجي شفت سو حط له من غير ما تفكر بنسبه كبيره جدا. الجمله اللي بعديها شفت ايه سو حط له اللي بعديها كواندو سابراي متى ستعرف سيفر راي كونوي اللاجو متى ستعرف انك ستاتي معنا للبحيره انا هعرف بكره بعده الله اعلم هعرف ايه هعرف الموضوع ده يبقى له. قال له يا مستر ده صابيري اتغيرت اقول لك عادي ما تتغير على حسب الزمن بتاع الجمله انت هتعرف امتى هعرف بكره انت عرفت امتى عرفت امبارح كده كده تاخد الضمير لو. رقم أربعة سايدي كي كويستا كانسوني يبقى الاجابه لو. خمسة ها لو ساي تعرف ان يبقى نو نون لوسو. ستة ايو سنتيتو ديلا فوسترا باند انا سمعت عن فرقتكم. هو الفعل اللي هنا الموجود ده من تصرفات صابيري؟ لا مش من تصرفات صابيري. يبقى في الجمله رقم ستة دي اركز بقى في المفعول انا سمعت عن البند بتاعكم والبند ده مؤنث من الكلمات الشاذه هتبقى الاجابه لا. سبعة سايكي لاسكولا دي بروجيت اكسترا كولوكوراري يبقى الاجابه سي الجملة سيلوسو. تمانية كومنشريتي كواندو كومنشريتي لبروف لبروفي دوفي لبروفي جمع مؤنث اختار الإجابة ليه. دي مش صابيري بقى ده فعل مختلف. صابيتي في البداية تبقى لو صابيامو عشان بتتحول انتوا تعرفوا حصل كذا كذا نحن سنعرف او عن نعرف نعرف نحن صابيامو عادي بتتغير على حسب ضمير الجمله والزمن. 10 ساي نو نون لو ونكتب من عندنا احنا سو. 11 تو بادري بابا بورتران لا كازا دي كامبانيا يبقى الاجابه تي ده ضمير عادي بقى طلعنا من الموضوع لان الاسئله اللي جايه دي كلها ميكس بقى. احنا كده خلصنا الوحده الثالثه اسئله على ضمير مفعول قبل الفعل او بعد الفعل او الفعل صابيري تمام. 12 ايو اميرو الفوستر جروبو انا بتابع الفريق بتاعكم ده مفرد مذكر تبقى الاجابه لو سيجويرو او انا بعشق وبتابع. لي اميتشي سكريفونو للورو نوتيتسي الاصدقاء بيكتبوا اخبارهم وانا ها الاخبار جمع مؤنث لاسبيتو. كواندو اليس او اليشي سابرا سي فيرا كون فوي على الكونشيرتو استاسيرا يعني هذا المساء يعني دي مستقبل يبقى لو سابرا هي سابرا هي مع ليه مع هي واللو كده كده بنحط الضمير ده. 15 ساي كي الروسو ايه الكولور بريفيريتو دي لورا تعرف ان الاحمر هو اللون المفضل للورا او نون لو سو ما اعرفش تمام. وهنتنقل بقى لايه ضمير المفعول المباشر مع المساعد افير. بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي احنا هنراجع ضمير المفعول المباشر مع المساعد افيري بعد ما شرحناها على السبوره هنراجعها من هنا برضو كاسئله. قلنا العنوان نفسه اسمه ضمائر المفعول المباشر مع المساعد لازم نفتكر ان مع افيري انا سيبها فاضيه عشان نفكركم بيها. الضمائر اللي هي كانت ايه
ضمير اللي هي مي تي لو لا لا تشي فيلي هي هيها في الماضي. ايه اللي بيتغير؟ اللو ده في المضارع تتحول الى ابوستروف. تمام؟ واللا برضو بتتحول في المضارع الا ابوستروف، واللي تفضل زي ما هي واللي تفضل زي ما هو. الكلام ده لازم يكون مع الفعل ايه؟ افيري او ايابا موفيتا انو، على حسب الزمن، بس لازم افيري. طيب على حسب المفعول، لو المفعول مذكر بحط او كتبعيه مؤنث اه جمع مذكر اي جمع مؤنث ايه. صليت على الحبيب، ركز معايا، تعال نحل، انا شرحتها لك على السبوره الزجاجيه. فين المفعول هنا؟ كيارة. جمع مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. الجملة ماضي تبقى الإجابة كيارة بنت، دي ما تنفعش، دي تنفع. طب ليه ما اخترتش دي؟ عشان في الماضي اللو تتحول إلا أبوستروف. اتنين، اي شيلتو لا كانسوني. يا مستر هي اللي جابوه دي المفعول؟ لا، انا بلعب على الاسم اللي قبل دي، اللي قبل دي. لا كانسوني مؤنث تبقى الإجابة إلا بوستروف، والتبعية بتاعت كانسوني مظبوطة. تمام؟ أي انكونتراتو لاورا وجول، يا جمع مؤنث. الضمير المفعول هنا إداني ليه؟ أدور على حاجة في آخرها إيه؟ عشان الجملة ماضي والتبعية حسب المفعول. ودي النوادر اللي عليك في منهجك، إن المفعول فيه تبعية مع أفيري. مع الأزمنة التانية التبعية مع إسر، إنما هنا مع المفعول. هناك في الأزمنة التانية تبعية إسر للفاعل، أحمد إيه أنداتو، فاطمة إيه أنداتا، ده فاعل. إنما في الدرس اللي إحنا بنشتغله ده مفعول. شفت أحمد؟ شفته أحمد هنا مفعول، عشان كده بحط له تبعية. بالله عليكم، عشان في ناس بتتلخبط في الموضوع ده كتير. أربعة، أفيتي كونوشوتو باولو وجوليا. باولو ولد وجوليا بنت، يبقوا الاثنين جمع مذكر، يبقى لي ابيامو كونوشوتي. اي جوارداتو الفيلم، جاء مفرد مذكر لي جوارداتو. اي فيزيتاتو لا تاستييرا، مفرد مؤنث. طب ودينو؟ ماليش دعوه بدينو، عشان انا بتعامل مع الاسم اللي قبل دي، تبقى فيزيتا وبديني ضمير مفعول الا بوستروفو. تمام؟ اي انكونتراتو جوليا ايدينو، قابلت جوليا ودينو، واد وبت جمع مذكر، وهنا مديني ايه؟ اختار حاجه فيها لي. ايه رايك؟ اي تروفاتو ايفيرسي، جمع مذكر، وهنا مديني ايه؟ اختار لي جمله ماضي. اي كومباراتو ال كمبيوتر، دي ساعات تيجي مذكر وساعات تيجي مؤنث على حسب اداه التعريف. تديني لي او كومباراتو. اي تروفاتو لا بروفيسوريسا، لي او تروفاتا، صح ولا انا بغلط؟ اي حد يغلط بس يركز مش هيغلط ان شاء الله. طلع 11، اي مانجياتو لي بيني، بينا الاربياتا، دي جمع مؤنث، يبقى ها ها مين في دول صح. 12، اي سكريتو لا لترا، مفرد مؤنث الا بوستروفا. افيتي شيزو ال تيليفيزوري، مفرد مذكر الا بوستروفا. اي انفيتاتو كريستينا لاورا، ماليش دعوه بالجمله كلها، انا اللي بدور على المفعول. الاجابه انفيتاتي، فيتي كومباراتو اي ديسكي دي تشيلنتانو، انا ليه دعوه بدي؟ ماليش دعوه باللي بعد دي، انا بتعامل مع اللي قبل دي. اي ديسكي جمع مذكر، حط الا هاي. دينو اكومباراتو لا ميديتشينا، مفرد مؤنث الا بوستروف. كونوشيتي توتي اللي تشيتي، جمع مؤنث لي. وكمباراتو لي قلتي موتشي دي، اشتريت الاخر سي دي اللي تتساينو فيرو اللي او تشي دي مذكر اسكولتاتو. كي انفيتات كي افينتو الكونكورس، مين فاز بالمسابقه؟ الكونكورس مذكر والمدرسه هنا فاعل،
تتحول لإلا أبص. أي بيفوتو لرنشاتا مفرد مؤنث تبقى الإجابة لي أو بيفوتا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي إحنا هنشتغل على ضمير المفعول التجزئة. يعني إيه ضمير تجزئة؟ لما أقول لك أنت ذاكرت المنهج كله تقول لي ذاكرته ما عدا وحدة، أو ذاكرت ثلاث وحدات، قريت الكتاب كله قريت 100 صفحة، كلت التفاح كله كلت ثلاثة، أنت كده ما أقمتش الفعل على المفعول ككل. كويت كل قمصانك كويت ثلاثة. إذا كان المفعول جزء ما بختارش أي ضمير من الضمائر اللي شرحناها قبل كده، بنختار ني. وكلمة ني معناها في الإيطالي يعني منهم أو من الشيء. أول ما تشوف في نهاية الجملة أي رقم، اونو دو تري واحد اتنين تلاتة، أي رقم أيا كان حتى لو مليون، تمام؟ أوم بايو دي زوج من، أمبو قليل، بوكو قليل، مولتو كثير، تانتا كثير، سولو فقط، زود عندك نسونو، أي حاجة تدل على تجزئة. معايا؟ خليك فاكر إن توت ده كل، تانت ده كثير ومعناها جزء. تعال نحل إحنا شرحناه. اوعى تنسى ان الارقام كلها لا تحدد تمييز. يعني لما اقول خمسه، خمسه ايه؟ رجاله ولا ستات؟ خمسه لازم اقول خمسه صبيان يبقى جمع مذكر، خمسه بنات جمع مؤنث، الا الرقم واحد في منه اونو وفي منه اونا، في مذكر وفي مؤنث. اونو مفرد مذكر، اونا مفرد مؤنث. طيب واي رقم على حسب التمييز وهيبان في الجمل. وباجي ان جامع مؤنث ماشي، مش هنضيع حاجه ان شاء الله. رقم واحد، اي مانجياتو لا بيتزا، انت كلت البيتزا؟ قال لك انا كلت منها، كلت واحده واحده، ايا يعني كان بتساع على بعضها الله اعلم هو بيتكلم عن ايه. المهم هنا تجزئه لان في رقم، يبقى الاجابه ان ايه؟ وكلت واحده تديني تبعيه. طبعا في الجمله مش هيديك اختيارين، انا جايبها فيها اتنين اكمل او اتنين اختيارات عشان يعني نشرح على الاسئلة. يبقى التجزئة وتبعية. الجملة اللي بعديها، اي كومباراتو اي ليبري، فين المفعول؟ ليبري، ليبري اشتريت واحد، يبقى ني وكومباراتو عشان واحد. فهمت اللعبة؟ واحدة واحدة وهتفهم ان شاء الله. جملة رقم ثلاثة، عندك كم اخت؟ عندي ثلاثة، يبقى ني. مش ده رقم؟ بيبقى تجزئه. هو انت عندك اخوات الناس كلها؟ اخواتك انت لوحدك؟ إيه عندك كام صديق على الفيسبوك؟ رقم اربعه، عندي 30، يبقى ني. ما هو اصدقاء الفيسبوك ملايين ومليارات كمان. خمسه، انو ان كونتراتو لاميتشي، انو ان كونتراتي قابلتهم، في تجزئه في الجمله رقم خمسه؟ ها مفيش تجزئه، يبقى ضمير عادي. انت جايب انت بتلخبطني عم حسين ليه؟ عشان تركز، انت في الامتحان هيجيب لك ميكس في الاسئله كلها. قابلت الأصدقاء؟ قابلتهم، تبقى تجزئة؟ لا والله ما هي تجزئة. ليه؟ لما تشوف تجزئة اختار تجزئة، وركز معايا النبر الله يسترك. يا واد يا سامي، أي بريزو لميتشيني، يبقى الإجابة ليه؟ إلا ده ما جابش تجزئة وجاب تبعية. أنت شرحنا من شوية. سينيورا حضرتك أتروفاتو لكيافي، لقيت المفاتيح؟ لتروفاتي. كوانتي لينجو كونوش، اعرف ثلاثه، يبقى ني. ما لغات العالم ياما قوي، انا اعرف ثلاثه من اللغات. اي باجاتو الكونتو، دفعت الثمن؟ دفعته الابوستروف. ركز كده في الجمله الجايه بقى. اي بريزو توتو الباني، انت خدت كل العيش اللي في الخبز مخبز؟ قال له ني نو ني او دو كيلو، دو ده رقم اللي هو رقم اتنين صح؟ كيلو ده ايه؟ كيلوات، يعني خدت 2 كيلو. إذا وجد، إذا وجد، تاني، إذا وجد رقم وبعده ما يأتي بعد الأرقام إيه يا جماعة؟ تمييز. إذا وجد تمييز في الجملة بنحط التبعية حسب التمييز، مش ده أفيري ده مساعد؟ التصريف الثالث بتاعه دوبي كيلي هنا جمع مذكر، اختار دي.
حسب الايه؟ التمييز. طب ما هو واحد يقول لي طب ما الباني ده كان مفرد، انا ماليش دعوه، اذا وجد تمييز اختار حسب التمييز. 11 هيكون مراته لمين؟ اشتريت التفاح، التفاح جمع مؤنث، اشتريت ايه؟ 2 كيلو جمع مذكر. الله، ماليش دعوه بالتفاح، انا ليه دعوه بالتمييز. اتروفاتو ليروري، وجدت الاخطاء، يبقى الاجابه يا بروفيسور نون اتروفاتي، لم اجدهم، مفيش تجزئه، حط لي. مانجي توتي كوالي سباجيتي، كلت المكرونه سباجيتي كلها، قال له كلت ام بياتو، طبق، يبقى طبق ده تجزئه. ما انت ما قلتلناش طبق في الكلمات الداله على التجزئه ليه؟ اقول لك ما هي المعنى بيقول ان هي تجزئه معايا، فانت يعني ما تحفظش استنباط. طيب انو سكريبتو لاندريتسو، هما كتبوا العنوان سي لابوستروف انو سكريبتو، العنوان مفرد مذكر والجمله مش تجزئه، ده ضمير مفعول عادي خالص. اي فاتو لزيرشيتسي توت، هنا دي ايه؟ كل ولا جزء؟ كل، لا تجزأ، تبقى ليه؟ لراجاتسي انو سابوتو اي ريزولتاتي، سي لي الجمله مش تجزئه. كوانت اس ام اس، كم اس ام اس بتستقبل في اليوم؟ طنتي يعني كثير، دي تجزئه. يبقى اني ركز في دي، طنتي جزء، طنتي جزء، توتي كل. طيب 18 كومباراتي ديلي كيتار نووي، جمع مؤنث، اللي جاب دوي، اشتريت 2، يبقى تجزئه، صليت على الحبيب. 19 حلو كده قبل ما انا اكمل، ها ايليتو الليبرو، فين المفعول؟ ليبرو، قريت الكتاب؟ قال لك قريت كله ولا جزء؟ كواترو باجيني، 4 صفحات، يا خيبتك، 4 بس من الكتاب كله؟ طيب هتبقى الاجابه ايه؟ هو مديني اصلا ايه؟ هو هنا محتاج تبعيه، باجيني مش ده رقم؟ وده تمييز، العب على حسب التمييز، جمع مؤنث. يا مستر ده الليبرو كان مذكر، ماليش دعوه بيه، انا ليا دعوه بالتمييز. افيتي اسكولتاتو توتي اللي كاسيتي، نو ني ابيامو كاسيتي، جمع مؤنث. طب ما فيش تمييز هنا، ما فيش تمييز، ارجع لجمله السؤال، اذا لم يوجد التمييز ارجع لجمله السؤال، الاجابه اسكولتاتي، صليت على الحبيب. حل الجمله اللي عليها الدور، جمله رقم 21، بروف يعني يا استاذ، تمام، معلش انا عمال اشخبط. كوانتي ليزيوني اسبيجاتو، كم درس حضرتك شرحت امبارح؟ شرح كام الراجل اللي شرح ده؟ 4 دروس. طب هو هنا في تمييز؟ مفيش تمييز، يبقى ارجع لجمله السؤال، المفعول في جمله السؤال كان ايه؟ 4 دروس، كان جمع مؤنث، جمع مؤنث، خد بالك دي جمع مؤنث مش جمع مذكر، تبقى الاجابه ني اوسبيجاتي، تمام؟ سينيورا حضرتك، فاك والك سبورت، حضرتك بتمارسي اي رياضه؟ طنتي كتير، يبقى الاجابه ان ايه؟ 23 اي فيستو لبيراميدي، هل انت زرت الاهرامات؟ او فيستي زرتهن، يبقى الاجابه ليه؟ ليه ما اخترتش نيل؟ يعني مفيش حاجه تقول على التجزئه، انا زرتهم كلهم، انا 3 اهرامات بصيت عليهم مره واحده. 24 اي جواردات توتي اللي بونتاتي دي كانتاري، هل رايت او شاهدت كل حلقات المسلسل الفلاني؟ يبقى الاجابه شاهدت 2 من المسلسل، يبقى او جواردات. 25 اي كومبراتو اي بليتي، اشتريت التذاكر، مش هنا اللي ايه؟ اختار حاجه في اخرها ايه؟ وانا معلمها لكم كده. 26 كي انفيتاتو كيارا، مين دعا كيارا؟ الا ابوستروف ده هنا مش ضمير تجزئه، مين اللي عزمها؟ انا اللي عزمتها، عزمت مين؟ كيارا، ضمير مفعول لتبعيه، جمع مؤنث، لان كيارا هي المؤنث المفعول في الجمله. 27 كوانتو بيتزا، كوانتا بيتزا اي اوردينات، البيتزا دي يا جماعه اللي هي البيتزا على بعضها اللي فيها 8 مثلثات دي، انت كام بيتزا اشتريت؟ قال له اشتريت 3 بيتسي، بيتسي دي كلمه وبيتزا دي كلمه ثانيه، دي معناها قطع حتت. 3 ده رقم وده ايه؟ تمييز، ده تمييز، 3
ثلاث حتت جمع مذكر، صح؟ طيب 28 اشتريت الكالسي الجوارب ام بايو زوج من، يبقى ني كي افيستو العالي ودينو فيستي مانجي توتي تشوكلتيني ام بايو جوز، تبقى ني صليت على الحبيب. هنراجع الوحدة الخامسة والستة في اللغة الإيطالية، هما الاثنين بيتكلموا عن الأفعال المنعكسة، واحنا من شوية شرحنا على السبورة العادية الأفعال المنعكسة ايه الفرق بينها وبين الأفعال العادية في شكل الفعل. يعني مثلا لو بصينا هنا على السبورة اللي قدامنا، لافارسي ده اخره أرس، انما لو هو فعل عادي كان هيبقى اسمه لافاري يغسل بس، انما ده لافارسي يغتسل. مترسي المفروض كان يبقى ايري لو فعل عادي، ديفرترسي. فمن قصدي في بعض الافعال في اللغه بتاخد انعكاس وفي افعال ما بتنعكسش. طيب بنصرف ازاي لو عادي؟ اهو فاكرين نهايه المضارع او اي ا يا مو اتي ان، او اي ا يا مو اتي اون، او اي اي يا مو اي. نهايه المضارع تحس انت ما عملتش حاجه المضارع، بس بنحط قبل الفعل ايه؟ ضمائر منعكسه، مي تي سي تشي في سي، مي تي سي تشي في سي، مي تي سي تشي في سي. صليت على الحبيب. تعال نحل، ما فيهوش شرح، ده فيه ضماير. رقم واحد ايو، نختار ايه؟ انا يبقى ميلافو. اتنين نوي، يبقى تشيفر ميامو، نوي تشيزفيليام. حل قبل ما انا حل، الله يبارك لك. اربعة ايو مي فيستو. خمسة أليسيا بعدها كوما يعني تو، تبقى تيزفيلي. ستة ستة أنا وباولو بتشي في ديامو. سبعة سميرة وأميرة يبقى هما. راجاتسي أنتم في فيزيتاتي. ابر لا فيستا تو، البتاع ده على الرغم انه سهل جدا بس بيجي في الامتحان الافعال العكس دي. ابر لا فيستا تو كوزا تو تيميتي. ماما هي سي فيستي. سكوزي دي احترام لي، يبقى حضرتك يبقى سي كياما. غيانا انت تو، يبقى تي سنتي. 13 لوكا وانطونيو، يبقى هما، يبقى الاجابه سي ديفيرتونو. نوي ان كويستا كلاس، نحن يبقى تشي دي تروفيامو. كواندو سونو ستانكا، سونو يعني انا، ايو لما انا بكون تعبانه ولا بتتكلم بنوته، تبقى الاجابه مي ادورمنتو. تمام. اوه بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنراجع دلوقتي يا جماعه من على الجهاز possessivi، ضمائر الملكية. وضمائر الملكية هي اللي بتحدد نوع ال أو بتحدد العلاقة ما بين المالك والمملوك. يعني لما أجي أقول ده ألم، ممكن يكون ألمي أنا، ألمك أنت، ألمه هو، ألمنا، الله أعلم يعني بتعمل. بص للجدول اللي أنا فاتحه ده، لما يكون أنا إيو يبقى ميو لو الحاجة مذكر. طب لو جمع مذكر ميي، مؤنث ميا، جمع مؤنث ميي. شايف الفرق؟ الحرف الاخير بس ركز فيه. طب تو يعني انت، حاجتك انت. تو توي توا توي. طب هو او هي؟ ها سو سوي سوا سوي. ها دي هو او هي. نوستر يعني نحن، نوسترو نوستري نوسترا نوستري، فوسترو يعني انتم حاجتكم انتم، فوستري فوسترا فوستري. شايف بقى لورو ما بتتغيرش، لورو 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 ما بتتغيرش. ركز بقى في الحكايه دي. الموضوع في ضمائر الملكيه ده، قبل ما افتح على الحاجات دي ركز في اللي انا هقوله بلساني. بتيجي ازاي في الامتحان؟ صلى على الحبيب. بيقول لك حط حلقه في ودنك، لابد عايز تكتب ورايا في حته فاضيه اكتب،
لابد من وضع أدوات تعريف لكل ضمائر الملكية. لازم نحط أدوات تعريف. يعني هون إل ميو ليبرو، لا ميا كازا. تمام؟ لازم نحط أدوات إيه؟ تعريف لكل ضمائر الملكية. ننزل كده. بص الجملة الأولى. يبعد أسكولا كون الميو أميكو. الميو أميكو. لابد إن الجملة كلها تمشي يا مذكر يا مؤنث. يا جمع مذكر يا جمع مؤنث. كلها نوع واحد. الجملة اللي بعديها راجعتسي دوفي سونو اي فوستري كوادرني. اي فوستري جمع مذكر. يبقى لازم نحط ادوات تعريف. انت بقى ما بنحطش رقم واحد. اذا كان المملوك احد الاقارب يعني افراد العيله. افراد الايه؟ العيله. وهقول لك دلوقتي مين هم افراد العيله. لما اجي اقول ميو بدري بابايا، بدري ده عيله ما ياخدش. طب سو فراتيلو اخوه ما ياخدش. طب الجمله اللي بعديها الميو اميكو، ليه حطيت هنا اداه؟ عشان ده مش من العيله. هنا دول عيله ما احطش اداه. تمام؟ انزل معايا سنه. الحاله الثانيه لما يكونش في مملوك. بص الجمله دي بيقول ايه؟ بشاور لك بقول لك كويستا الا تو سكولا، او ده او دي مدرستك. تقول لي سي اي لا ميا سكولا. ركز كده كده كده. ايه اللي انا عملت عليهم دوائر؟ دي اداه تعريف وده مملوك. ده ايه؟ مملوك. الجمله اللي بعديها سي اي نقط 100. مش هحط اداه تعريف عشان ما فيش مملوك. يبقى دول الاداه والمملوك يا يجوا مع بعض يا يروحوا مع بعض. يبقى امتى ما بنحطش اداه تعريف لضمائر الملكيه؟ حالتين. مع افراد العيله مش بحط. رقم اتنين في حالة عدم وجود المملوك برضو مش بحط. اللي جاي ده بقى اللي بيجي في الامتحان. امتى مع العيلة بنحط؟ يا عم الحاج الله يبارك لك، انت حاجة هتتوهني. انت قلت من شوية ان العيلة ما بتاخدش اداة تعريف. العيلة ايه؟ ما بتاخدش اداة تعريف. بس في ساعات ساعات كده بتاخد. ايه هي الحالات؟ تعال بص مع بعض. رقم واحد، اذا كان المملوك جمع افراد العيله جمع. بص الجمله الاولى اميزي عمامي. طب لو عم واحد ما احطش اداه. طب جمع احط اداه. اتنين مع الضمير نورو. مع الضمير ايه؟ لورو. لابد ان نورو ياخد اداه التعريف ايا كان جه مع العيله او بره العيله. تلاته في حاله التدليل والتصغير. لو حطيت له اينو او اينا. تمام؟ اربعه الوصف المباشر. لابد يعني وصف مباشر لما ما يكونش فيه هنا السر، يعني فراتيلو بيكولو على طول ما اقولش ايه بيكولو. الاربع حالات دول جمع لورو دلع تصغير وصف في العيله بتاخد. ايه هي افراد العيله اللي احفظهم؟ اهم جدول قدامك ومترجم. امال ايه الازرق اللي انا قدامك ده اللي انا عامله ده؟ دول الحاجات بقى المتصغره والمدلله والمدلعه، دول بياخدوا. اقلب معايا تيجي نحل. طيب رقم واحد، رقم واحد كوجيني ده ايه؟ عيله بس جمع. هو انا مديله اداه تعريف، حط حاجه تناسبه كده في الاختيارات. نوستري عشان كوجيني جمع مذكر. يا بنت يا مريم كوم استنوا. انا بكلم مريم. مريم يعني تو. لو اخترت لها من الضمائر هختار لتو. ايه تلاتة جوليا واليسيا اسكنوا كون. هم بيخرجوا مع ابوهم، اب واحد. يبقى ايه اللور؟ سوريلي دي جمع مؤنث، اختار اداة تعريف لتو. ايه وادي عمرو اي تروفاتو. انا بكلم عمرو يعني تو انت. الجورنال تبقى الاجابه ال تو. سته انديامو السينما، سنذهب للسينما. احنا انديامو يعني نحن. ركز كده، طلع الضمير من الفعل، خليك جدع. احنا هنخرج مع ابويا ولا ابونا؟ احنا. يبقى ال نوسترو بابا. بابا ده مذكر خد بالك. 8 رجعت سي متيتي يا بنات بتضعوا
فيستيتي الفز. انا بحط الضمير هنا نوعه مذكر ومؤنث على حسب ايه؟ على حسب المفعول المملوك. فيستيتي فساتين جمع مذكر، اختار فوستري. ولازم احط ده التعريف. احمد وعلي بيذكروا واجباتهم اللورو، ولان احمد وعلي مع بعض كده ياخدوا الضمير لورو وظبط لها اللورو. ايه لورو؟ واجباتهم، عشان دي جمع. 10 شيلولاري مذكر، ايه مولتو بيكولو. فين المذكر في دول وياخد اداه التعريف؟ التو. فراتيلي جمع مذكر ومحتاج اداه تعريف، الجمع اي جمع بياخد اداه التعريف. 12 لانوسترا. 13 لورو لازم تاخد اداه تعريف، لورو لازم تاخد اداه تعريف، والافراد العيله ما تاخدش اداه تعريف غير من حالات لورو. 14 باولو اي ديمنتيكاتو انت نسيت ليبري، انا عايزكم تفكروا معايا. اتوي. 15 راجاتسي كومي باساتي كيف تقضون، يا راجاتسي انتم يومياتكم او نهاركم جمع مذكر جمع مؤنث، الاجابه دي حل قبل ما تحل معايا. 16 نوني دي جمع، حط جمع في اداه التعريف. 17 مادري اختار لها ايه؟ اختار لها العلم، ما بتاخدش اداه التعريف الا في الجمع ولورو الدلع والتصغير والوصف. 18 كيامو لاميا فيليا، غلط ركز معايا، فيليا ده من العيله يبقى ياخد 100، عيله ما هوش جمع ولا لور ولا دلع ولا تصغير، يبقى هنعمل ايه؟ انا عايزكم بس تركزوا معايا، الله يبارك لكم، انا شايف ان احنا الناس تركز اكتر. 19 ماريتو يعني زوج، وده من العيله يعني ما ياخدش اداه تعريف، يبقى 100. 20 لا نستر كاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم، هندخل دلوقتي على شرح او مراجعه امتى نحط ادوات، نوع ادوات التعريف اللي بنحطها او حروف الجر مع المواعيد. يعني واحد بيقول للتاني بيقول له متى انت ذهبت للبحر، كواندو سي انداتو الماري، اللي هيرد هيرد بكذا حاجه. ممكن يقول له انا رحت يوم الاحد، ده يوم. ممكن يقول له رحت يوم 2/7، ده يوم في شهر. ممكن يقول له رحت في الصيف فصل، ممكن يقول له في الصيف اللي فات، يبقى كده فصل ومحدد في الشهر اللي فات، الله اعلم. رقم واحد، واحد قبل ايام الاسبوع، كل ايام الاسبوع بتاخد ال ما عدا الحد ياخد لا، ما عدا الايه؟ الحد دومينيكا ياخد لا، خليك فاكرها. ايام الاسبوع كلها بتاخد ال، السابتو لا دومينيكا، اللوندي المارتي دي الميركولي دي كده يعني. اتنين، اي تاريخ يوم في شهر، 2/4، 2 ابريل، 3 يونيو، 7 سبتمبر، ايا كان بنحط له ال ما عدا يوم 8 ويوم 11. 3، لما كنا قلنا حروف الجر، قلنا حروف الجر شهور وفصول السنه بتاخد ان، والتحديد الحاجه المحدده بتدينا اداه التعريف، تمام؟ يعني لما اجي اقول فادو ان ابريل، ان اجوستو، طب لو محدد يبقى معرف، يبقى بحط الان اداه التعريف. بص هنا اهو، نيل مع الشهور العاديه، ونيل ابوستروف مع الشهور اللي بدأ بحرف متحرك، وراجع كويس. 4، المتبوعه قبل الشهور غير المتبوعه بصفه، يعني غير محدده، يعني المحدد بياخد اداه التعريف، الغير محدد بياخد ان بس. 5، الفصول السنه بتاخد ان، طب فصول السنه المحدده بتاخد نيل ابوستر نيل او نيل ابوستروف على حسب يعني. تعال نحل، روبرتو بنيني فينشي تري بريمي اوسكار، هنا هنحط نيل. العام اللي مكتوب بالمنظر ده حط له نيل وفكر كبر دماغك. راماتسوتي فينشي الفستيفال دي سانيرمو، مش ده شهر محدد؟ ها نيل. ماركوني انفيتا لا راديو، سنه محدده. اغوستو ان
يصولوا ناتا إن ذكر قبل ما تحل صولوا عنداتا أروما جنايو ده هنا محدد يبقى نيل 25 ديسمبر ال ال ان وحل عليها كتير او هنخش بقى دلوقتي على درس جميل جدا من الدروس اللي من سنه تانية بتخش سنه ثالثه الاتجاهات لازم كل اتجاه يتحفظ بحرف جر زي بص كده انا كاتبهم لك حروف الجر جنب الاتجاه ادسترا دي السنسترا دي بص فوق ادسترا دي السنسترا دي تمام دول بياخدوا دي الاثنين دول بس دافانتي اه ديترو اه دي فرونتي اه فيتشينو اه دي الوحيده اللي بتاخد ضاد والباقي اتحفظوا زي ما هم الباقي اتحفظوا زي ما هم احفظ لي كل حاجه باتجاه بتاعها وفي حاجات ما بتاخدش حرف جر يعني مفيش اتجاه وحرف جر هو دول بيتحفظوا زي ما هم كده ايه الفرق ما بين سو وصبرا افتكر معايا اللي احنا قلناه طول السنه سو ده حرف جر معناه فوق وصبرا معناه فوق بس ده صغير وده كبير الصغير ينفع يندمج مع ده التعريف اقول سو زائد ايه اللي تديني سول اهي على جنب اهي لو جيت قلت سو زائد ايه يطلع لي السول انما لو قلت صبرا زائد ال يطلع لي الناتج صبرا ال دي الوحده ودي الوحده عشان الكبير ما يندمجش الصغير يندمج احفظ دول وحل معايا يلا يوميت مي ليبري انا بضع كتبي نقط ال تافولو اولا ال دي موجوده ودي فيها ال ودي فيها اداه تعريف يبقى انا مضطر اختار دي يو ابيتو ضل خليك فاكر ان اللونتانو هي اللي بتاخد ضا متيامو ايفيستيتي بنضع الفساتين دنترو داخل معناها بيقول كده لاتشيتا دي تانتا مدينه طنطا تقع ما بين القاهره واسكندريه يبقى باينه فرا الجات دورم القط بينام تحت السرير سوتو دنترو الريستورانتي داخل المطعم تشي سونو مولت بيرسوني باولو دورم سول ديفانو باولو بينام فوق الكنبه كنبه ديفانو كنبه اي بنطلون سونو نيلا بوستروف الرماديو عشان بدا بحرف متحرك البامبينو دورم سوليتو البار اي السينسترا السينسترا بتاخد دي وسوبر ميركاتو اس زائد متحرك مش اس زائد ساكن تاخد ديل النبي تحل كتير في الموضوع ده رجعنا مع بعض المواقف